برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته العادية 26 في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس. واستعرض المجلس عددا من الرسائل الواردة من الحكومة، منها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، وأيضا بشأن إزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. أما في بند المراسيم بقانون، فقد ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023، بإضافة بند جديد برقم 7 إلى الفقرة جيم من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى. وفي بند تقارير لجان التحقيق، استعرض المجلس التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول طيران الخليج، وقرر المجلس الموافقة على مقترحات اللجنة وإحالتها إلى الحكومة. اليوم يوم مفصلي من خلال نقاش تقرير لجنة التحقيق في طيران الخليج. هذا الصرح العملاق، هذا الناقل الوطني اللي أصبح اليوم منظومة تجارية تحلق حول سماء البحرين وخارجها، وتنقل الوجهة الحقيقية للبحرين من خلال هذا الناقل المهم الوطني. نحن اليوم في مجلس النواب تحقيقاً لرؤية جلالة الملك في المكاشفة وتوضيح ما يمكن إيجاد الحلول لتحسين أداء هذه الشركة وهذا الصرح الكبير. فلذلك اليوم راح نناقش تقرير جدا مهم، نقف على إيجابيات وسلبيات إدارة هذه الشركة. مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023 والمتعلق بشأن التأمين ضد التعطل جاء ليخفف معاناة المواطنين من خلال الدفع ورصد 200 مليون لصالح تمكين، وذلك لتدعم عدة مشاريع، منها دعم التوظيف من خلال تدريب الباحثين عن العمل وإكسابهم بعض المهارات، وكذلك دعم الموظفين القائمين على العمل من خلال دعم الأجور ورفع الأجور، وأيضا من خلال إعطائهم تدريبات قيادية ليتولوا مناصب قيادية، وكذلك دعم المؤسسات وفيها عدة برامج، من ضمن هذه البرامج ابدأ مشروعك.